تحدي الليمون. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة جايلكم بتحدي، بصوا مسخرة، تحدي الليمون مع ناصر. يلا ده ليمون، اديها ليمون له بقى ونشوف رد فعله. بجد بتتخانق عليه. ده ليمون ده فرحان، ايه ده، في ايه؟ ده ليمون. لا ومش بيقشعر. خبر اسود. لا ناصر يكسب. برافو، خد الاثنين. يلا يلا انطلق. يلا، خلاص بابا لا خسر لما كده، التانية، لما بابا التانية. خسر. ده ليمون يا ناصر، هو في ايه بجد؟ لا تعالى هنا انطلق ليه؟ ده عايز اخدها زي القطة واكلها في جنب. انت بتعمل ايه طيب؟ فهمني. برافو، خلصت دي، هات دي، يلا كله، خش كمل على دي. شايل البذر منه صح؟ نهار اسود. لا ايه ده يا ابني؟ يا نهار ابيض، ايه ده؟ على فكره الدكتور قايل لنا خليه ياكل ليمون عشان البرد اللي عنده، بس الدكتور بيقول لنا هيعذبكم عم ياكل ليمون، ده هو اللي بيساعدنا على اكل الليمون. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ تعالى بس هنا، ده انا مفكر ان انا هتعذب عم اكلهولك وهتقعد تعيط. ايه ده؟ ده حلو ليمون، حلو، ده مش برتقال. هجيب لك واحدة كل استنى يوم. استنى استنى استنى، انا مصدوم اللي بيحصل. شايفين يا جماعة؟ يا لهوي، اجيبه في عينه. انت بتعمل ايه طيب؟ استنى بس يا ناصر، ده احنا يا خبر نفسنا مصدومين، ما اسود. بالك اللي بيتفرجوا. يا ابني شوف الدكتور اشعر. قال لنا ايه؟ الدكتور ايوه بيقول كده، لنا ايوه كده يا عبد الله، لعينه اعمل له حساسية. ده ناصر، بتعمل ايه يا ناصر؟ يا خرابي، عصر الليمون. بصوا بيعصر الليمونة، بيعصرها. ندهل قول له يا بابا انت بتعصر الليمونة يا ناصر. ايه ده؟ ده انا اكلم الدكتور بكره واقول له هات 2 كيلو ليمون. ده عصر الليمونة عليه. يلا بقى نجيب عيش وناكلك. هو بيعمل ايه؟ ايوه. خلاص زهق بقى يا عم دي. انت حالا افتكرت ان هي بتعمل كده؟ ده افتكر. افتكر بعدين. انت بتعمل ايه؟ يا ابني هي اصلا المفروض من اول ما تاكلها تعمل كده اهو. ناصر كده اللي يعني. كسب يا جماعة، عبد الله خسر، كسب ايه؟ ده انت مبروك عليك، اكتسح. ده احنا هندخل مسابقة. شجعوه يا جماعة، جت في عينه، جت في عينه. استنى 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 استنى، خلاص 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 خلاص. حرق عينه، حرق عينه. طبعا الفيديو فصل علشان خاطر ناصر الليمون دخل في عينه، فروحنا بقى نلحق الجريمة. لا وكمان ايه، ماسكها في ايده في بعض كده، بصوا، عايز راح غسل والله ايده لسه ماسكها وغسل في ايده عينه وهو لسه وعايز يسيبها. ماسكها. الدكتور قالنا هيطلع عينكم عم ياكل حتة ليمون، كان ليمون الحلقة. بس ايه رأيكم في الكرسي؟ ادوم لفة كده يا عم. لا لفة جامدة اولا كده. لا ايه رأيكم؟ بصوا اولا كرسي لا من اولا لوكي. لا بصوا بيضحك فرحان ازاي. اولا لا. خلاصي، كرسي ده بحبه. بنصالحه بعد ما ايه ايه. يلا اللي عجبه التحدي يا اوبا، جماعة يكتب لنا كومنت على الفيديو ويقول التحدي اللي هو عايزه واحنا هنعمله. اكتر كومنت هيبقى عليه لايكات هنعمل التحدي اللي هو يقوله. بس عايزين تحديات بقى حلوه بقى، تحديات جامدة كده، ونشوف مين اللي هيكسب دلوقتي. وعلى عبد الله اللي فكره خسر. الفيديو اللي كله مستنيه ان انا لما دخلت الاوضه عند ناصر شفت ناصر بيعمل ايه، هينزل بكره. ما تن... بصوا انا خايف من الفيديو ده، بس انتظروه بكره اللي هو بكره الثلاث، انتظروا الفيديو ده هيبقى جحيم، كله يعمل تفعيل الجرس ويستنى الفيديو ده يوم الثلاث الساعة 4:30 أو الساعة 5، الساعة 5 يوم الثلاث اللي هو بكرة، فيديو جحيم. لسه بياكل الليمون. كفاية يا ناصر. طب أنت طب أنت ده أنت كده خلاص، أنت كده خدت الدواء بتاع الأسبوع كله. ده هو بقاله شهر عنده برد اصلا. والله الدكتور قال لي هيطلع عينكم عم ياكل ليمون. أنت مستمتع كده؟ ناصر، هكمل بقى. باي باي، يا خرابي. باي باي. يلا قولهم باي باي، يا باي لون باي. باي باي، يا لون باي باي.
ده هو انت. باي باي. باي. تفعيل الجرس عشان الفيديو اللي جاي جحيم، هو كله مستنيه اصلا.